وفتيغان بلارن او هوغامين ايا مدحونا عجا موريا دا فادرال کا سوماليا مدر محمد عبدالله فرماجو ايا سيوين لوگو سو دوي مغالا دا دو سمره بي عاصمة دا دولت قبلات کا قلمدو كروان کا ديارة دا مغالا دا دو سمره اي عاصمة دا قلمدو قو امنگي سا سيوين لوات کا ايايو کسو دگا مدحوين فرماجو سو دوين تي سواحا کا قيب غلا رئيس الوسارة دل کا مدن حسن علي غير مدحونا قلمدو قا احمد عبد كاريا قورقور مدحوينها قوفر قلبين عبد عاسيس لفتي قراني مدحوينها هيرشابين محمد عبد واري وحاجوغي وسيري يحل لبانا كاترسان لبادا قولي بارامان كا سوماليا يمسولي كاترسان دولت قبلات يدا دالكا سودوين تكدي مدحوينها جمور يدا فدرال كا سوماليا وحا سلان شرف قاتي عطو يا كاترسان عيدا مدى دولتا وكسونا قرون كا ديارة دها مقالة دا دو سمرابي عاصمة دا قلم دو وحونا سيدو كالتان مدحوينو وقعان قاضي مسؤولين تي كسو دوغيي عاصمدا مدحوينها جمهوريه فدرالك سوماليا يا انت سيكد بلو قلبيي قصرغا مدحتويده او كدغيا مغالدا دو سمريب هلكاس او كبلابايو كولما غوني غوني قورينتا او سن بلابن وجيغا لباد اي شركا دو سمريب او اي كومدلسن يهن ان اي كوكلمان مدحدا مامول غوبليديه يا مدحدا دولدا فدرالك سوماليا سو دوينتا مدحوينها جمهوريه فدرالك سوماليا وها غلبتا كا قيب غلين مدحوينياشا مامولدا بوتلاند iyo Jubaland kuwaas oo ka gaabsaday caasimadda Galmudug yimaadaan ayna wax ka soo dhaweeyaan madaxweyne Farmaajo iyagoo doortay inay ku kala sugnadaan magaalooyinka Cadaado iyo sidoo kale Garoowe isla markaasna doonaya in shirku markuu bilaabanayo ay halkaas yimaadaan si ay uga qayb galaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu magaalada Dhuusamareeb dhowr jeer yimid dhismihii Galmudug waxaana noqonaysa markii saddexaad oo uu yimaado magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug Cali Xasan Barqalle Caliga wararka Shabeel Galmudug.